السلام عليكم ورحمة الله، معكم إيمان مستعد ورجعت لكم في هذا الفيديو جديد. وفي هذا الجزء الثاني اللي كنتمنى من الله أنه يلقاكم وانتم بخير وعلى خير، كيف ما شفتوا معايا في الحلقة ديال الأمس البنات، وكيف ما وعدتكم أننا غيكون جزء ثاني وهو كيفاش غنحطو دوك العقيق بلاصة العقاد. الحلقة السابقة شفنا كيفاش طرزت، كيفاش نبت، كيفاش ناسقت الألوان. إلا كنتي ما شفتيش معايا الحلقة غنخليها لك في صندوق الوصف، رجعي شوفيها باش تعرفينا فين وصلنا. البنات اللي شافوا معايا الحلقة السابقة يلا نشوفوا مع بعضنا الجزء الثاني وكيفاش نديروا المونتاج غير بالعقيق، طريقة رائعة بعد قليل. اول حاجه كنبغي نشكر البنات بزاف 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 من بعد الاستفتاء ديال الامس واستطلاع الراي على ظهور ايمان مستعد صوت وصوره على القناه، فكانوا تعاليق جميله جميله اللي زادت شجعتني وحفزتني. فترقبوا قريبا بحول الله تعالى ايمان مستعد على قناتها بالصوت والصوره باش يكمل التواصل بحول الله. ارقام ايمان مستعد كيدوزوا امامكم على الشاشه او لم او لا واتساب، ايضا الانستغرام بالنسبه للناس اللي كيسالوا على الانستغرام. نجيو دابا باش نشوفوا طريقه العمل شنو استعملنا. كيف ما كتشوفوها هنا، كيف ما شرط لكم باللي هذا جزء ثاني فقط، الجزء الاول رجعي للقناه باش تشوفي الموديل كيفاش تخدم. هنا غنشوفوا باش سديناه، سديته بهذا الباكيت الطويله البنات الام جي بي مات سونو. وايضا بالنسبه للزواق استعملت الصغير ديالو اولا الكاسي المهرس، خديته في الذهبي وخديته في هذا الغوز اللي دخلت في القفطان اولا في البيغلاج ديال القفطان. خديت هاد الحجيرات الصغيورين هادو كيف ما كتشوفوا، هادو هما ثلاثه د الحوايج اللي خدمت بهم بهاد السده ديال القفطان. نشوفوا مع بعضنا البنات، راها طريقه سهله للمبتدئات، يعني ماشي شي حاجة اللي غدا تجيكم صعيبة نهائيا. غدا نمررها سريعا لان ماشي شي حاجة صعيبة، فقط خدوا الموديل. هاد الموديل خرجته يعني غير هكاك، يعني مولفين كنسدو السدة ديال ثلاثة 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 دقيقات او الاربعة دقيقات. هاد المرة حاولت انني نغير وفعلا جا المنظر غزال. مازال ان شاء الله غتشوفوا معايا القفطان لابسه المانكا وغتشوفوا من بعيد سبحان الله كيبان بحال دايره العقيدات، حتى كي حتى كتقربي ليه عاد كتعرفي باللي راه هذا كله عقيق. غناخذوا الخيط على ربعه ديال الشعرات من طبيعه الحال كيف العاده، وغادي يكون في اللون ديال الثوب من طبيعه الحال. غندخلوا جوج ديال الباكيطات، ومني غنبغي ندخل بالبرا دائما كيف ما قلت لكم كنبعدوا من داك لوغلي اللي لتحت، بحيث ان الخيط اللي كنخدموا به كيجينا تحت من داك لوغلي. يعني دائما كتخدموا في الحافه ديال لوغلي، ما كتخدموش فوق منه باش كتجي لا فينيسيون في 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 القفطان ديالكم. كيف ما كتشوفوا جوج ديال الصفوفه اللي كندير، يعني في المجموع اربعه ديال الباكيطات، جوج من الامام وجوج حداهم، يعني كيكونوا جوج على اليمين وجوج على الشمال. وماشي بالضروري اننا نرجعوا في الباكيط، علاش؟ لاننا هاد الوسط هذا هو اولا هاد المركز فين تلاقاو الباكيطات بجوج غادي نخدموا فيه. كيفاش؟ حنا غادي نثبتوا بهذا الشكل، كنجيبوا واحد العدد ديال العقيقات تقريبا ما بين 4 و 5 وكنجيو لهاد الوسط هذا. هانتوما هنا تعاود لي التصوير، كيف ما كتشوفوا ضروري كنرد البال داك لوغلي لتحت باش كتجي لا فينيسيون. هاد الدرس ديجا خدمته مع البنات في واحد الدرس سابق ديال جلابه مونتاج بالعقيق بالتدقيق. الا بغيتو خليوه لي في التعاليق باش نخلي لكم ان شاء الله الدرس في المنتدى. كيف ما كتشوفوا البنات هنا ملي كنجيو لديك الفرقه اللي فرقت لينا الباكيطات بجوج، هنا كنبداو نديرو ثلاثه الخيوط كيف ما شفتوا، خيط بالذهبي والوسطاني كيكون بالغوز او لا من طبيعه الحال اي لون من اختياركم اللي غتكونوا مدخلين الجلابه، والثالث غيكون حتى هو بالذهبي. كيجي بحال الشكل ديال بابيون، جا الشكل ديالو جميل وكنخالفوا على ديك السده كيف قلت لكم ديال ثلاثة ثلاثة او لا السده ديال اللوايه،
اللي راه حنا معتادين. هاد السده كتجي جميله في القفاطن، ممكن تجي حتى في جليبات ديال المناسبات، علاش لا. هذا هو الشكل ديالها البنات. غنجيو هنا نفوتو داك لوغلي شويه كيف ما شرت لكم، وناخدو واحد العقيقه من هاد العقيق اللي كنستعمل انا الماركه مزيانه، كنحطو على هاد الشكل، وغادا نعاود نفس الطريقه غنبقى نازله بها القفطان كامل. كنتمنى من الله تكونوا فهمتوا الطريقه، الا ما فهمتوش خليو لي اي سؤال في لي كومونتير وانا نجاوبكم. غنجيو البنات للفتيحات، كيفاش مونطيت الفتيحات، وهاد هاد الفتيحه ممكن انك تخدمي بها حتى طريقه باش خدمت بها الفتحه، تخدمي بها حتى الجناب ديال القفطان، يعني الامام والكتاف واليدين ديال القفطان يكونوا غلاضين، ولكن طريق ولكن الفتحه او الجنيبات حتى هما يكونوا بشكل اخر. كيف ما شفتوا البنات كتبقى خديت جوج باكيطات في الاول، كناخذوا جوج باكيطات وكنعاودو نرجعو في الباكيطه الاخيره على هاد الشكل. هنا بديت كنرجع في الباكيطه الاخرى، علاش البنات؟ لان هنا ما غاديش نثبت مزيان في الوسط، غتكون واحد التثبيته وحده فقط، فضروري غيخصني نخدم غيخصني نعاود في اخر باكيطه على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا وكيف ما هو موضح امامكم على الفيديو. كنبقى ندخل جوج باكيطات وكنبقى نرجع في اخر باكيطه على هاد الشكل. كنفوتو لوغلي البنات شويه وكنرجعو في الباكيطه الثانيه. حتى هاد السده هادي البنات ممكن انكم تسدو بها جليليبه خفيفه، راه كتجي خفيفه ودغيا كتطلع، يعني في ساعة لان الباكيط راه طويل دغيا كيطلع. غنبقى غدا في خط واحد، ضروري ان الخط يكون واحد، نكمل على هاد الطريقه، غنكمل على نفس الطريقه وغنتلاقاو في اخر مرحله. بعد ما كنكمل الهبطه ديالي البنات كامله حتى لتحت، غنرجع دابا فقط لمسه اخيره، او مثلا بغيت ندير واحد الغابيل ديال الخدمه اللي ديجا خدمت من الفوق، غادا نديرها حتى في التحت في الفتيحه. وكيف ما قلت لكم هذه الفتيحه خدموا بها حتى الجناب ديال القفطان، ما كاينلاش ديروه عريض بحال الامام. غتجيبي ثلاثه العقيقات من اللون من اختيار ديالك من طبيعه الحال، وغادا تدخليهم على هذا الشكل، يعني ان وسط كل ما بين كل باغيت وباغيت كنديروا واحد المجموعه من العقيق، تقريبا ما بين 4 و5 العقيقات على هذا الشكل. ضروري لا فينيسيون تكون من الفوق ومن التحت البنات، ردوا ليها البال، خدموا من ورا لوغلي باش تكون عندكم الخدمه نقيه، وهادو هاد التفاصيل كاملين، هاد لي ديتاي كاملين البنات راه ديجا خدمتهم معكم في حلقات سابقه، فقط باش ما نطولش عليكم الدروس، ما نطولش عليكم الحلقات، فانا كنحاول انني نختصر ما امكن. كان هذا هو الدرس ديالي ديال اليوم البنات، ما تنساونيش من البارطاج في القناه، وخليو لي كومونتير ولايك، وشكرا للبنات كاملين اللي كيدعموني بكومونتيراتهم وبلي لايك ديالهم وتعاليقهم الغزاله. ايمان مستعد كتبغيكم، ترقبوا ان شاء الله الشكل النهائي على المانكان، وترقبوا الجديد على قناتي بحول الله تعالى. تبقوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.